يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أدرك صلاة الجماعة في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام قام ليتم الركعة التي فاتته، فسجد الإمام للسهو بعد السلام، فماذا على المأموم؟ يرجع يسجد مع الإمام، لا يقوم للحاق باقي صلاته حتى يسلم الإمام، ما دام الإمام ما يسلم لا يقوم، وإذا سجد يسجد معه، وإن قدر أنه استعجل وقام وسجد الإمام قبل أن يعتمد قائما فإنه يرجع ويسجد معه. نعم.